بتمنى يفوت لقلبي أمل إني شوف ابني، ويعني ما بقى من العمر أكتر مما مضى، يعني أقل من إنه الواحد بآخرة أيامه يعني يشوف ابنه. شفته على التلفزيون وسمعته للرئيس بايدن قال من أولويات أعماله لما بده يستلم بعشرين الشهر إنه هو يرفع الحظر عن هول الدول بـ13. طبعاً أنا فرحت كتير، ما بقدر أوصف شعوري. كنت أول شيء عم بعدهم أشهر، بس هلأ صرت عم بعدهم أيام. كل يوم أنا الصبح لما فيه بفتح التلفزيون بتفرج على الأخبار بشوف شو صاير، وبقول نقصوا يوم باقي هيك. أنا بتمنى إني أخذ فيزا، وأكيد حكون سعيدة جدا جدا. هلأ وضعي توتر، خوف، قلق إنه ما يصير هالشي، لكن هيدا رئيس عم يحكي. أنا بعتقد إنه في احتمال إنه يفرح آلاف الأمهات مثلي ويحقق الكلام يلي هو قاله.